قبل ما اطلع لفاصل وحاجه كده سريعه عايز اتكلم عليها، عشان بس للاسف بعض الناس على السوشيال ميديا مش فاهم ايه الرساله اللي عايز اتوصلها، او حتى بعض البرامج ايه الموضوع اللي عايز يناقشه ويطرحه عشان يصدر معلومه غلط لجماهير النادي الاهلي. اولا وانا موجود في قناه الاهلي وليا الشرف على مدار 15 سنه بتعامل دايما من خلال الامور الرسميه، يوم ما يكون في قرار رسمي متعلق بجهاز فني بنقوله لحضراتكم لانه قرار رسمي. ما ينفعش مثلا تدخل على الموقع الرسمي للاهلي تلاقي مثلا ايه الاهلي يقترب من كذا او الاهلي في اتجاه انه ياخد قرار كذا، ده ما تلاقوش في المواقع الرسميه ولا حتى في قنوات رسميه، ده ممكن تلاقيه في مواقع جماهيريه على السوشيال ميديا، مواقع بتحاول تجتهد وليها تغطيه في الشان الرياضي، ولكن الشان الرسمي لازم تستنى مننا المعلومه الرسميه. عشان كده في ملفات دايما الناس بتبقى مستنيه مننا معلومه رسميه، وبان لسه ما فيش قرار او ما صدرش قرار فما ينفعش نتكلم، زي ما الموقع الرسمي ما كتبلكش معلومه فبالتالي احنا مش هنقدر نتكلم في اي قرار واي معلومه. ولكن لينا حق التعليق بقى على كلام ممكن يتقال في حق ناس بتشتغل في الاهلي سواء في صفقات او تدعيمات وبتقال كلام غلط. وليكن مثلا لو انت بتتفاوض وبتحاول تضم لعيب مثلا، ليك استراتيجيه في اللعيب اللي انت بتفكر تضمه خلال الساعات اللي جايه، ليك استراتيجيه في لعيب بتحاول تضمه خلال الساعات الجايه، ولكن مجرد ما اعلام اخر حتى لو اعلام محايد ولكن ما داخله هو مش محايد هو منتمي، ولكن انتمائه غلب على ظهوره في المكان المحايد، فيطلع يقول لك ايه ازاي بتفكروا في لعيب سنه كذا او شكله كذا او ستايله كذا او اهدافه كذا، رغم على فكره نفس الإعلامي أو نفس المكان ممكن يتكلم على لعيب بمواصفات تانية أو بنفس المواصفات بنفس السن ويقول لك ده صفقة القرن. تخيلوا من سنتين تلاتة اتقال على لعيب في سن معين قال لك ده صفقة القرن، ونفس السن ممكن يكون النادي بيفكر أو غيرك بيفكر أو استراتيجية أي نادي في مسألة تدعيمات بيفكر في هدف معين فيتقال العكس. شوفوا بقى إيه تضارب التصريحات والشيزوفرينيا في تناول الموضوعات. واستحالة من خلال شغلي في الإعلام على مدار أكتر من 15 سنة أدي النفس مساحة حرية إن أنتقد رؤية فنية وأنا مش متخصص في الأمور الفنية. تاني يعني أنا كإعلامي أو أنا كصحفي ما ينفعش أنتقد أمور فنية وأنا مش متخصص في الأمور الفنية. أنا ممكن أنتقد معلومة أقول وجهة نظر في خبر، ولكن طالما الخبر ده مرتبط بأمر فني أجيب حد فني يتكلم عليه، ولكن كل ده بيتحط في الدرج مجرد ما يكون الأمر مرتبط بالأهلي. ولو لعيب عنده 36 سنة أو 40 سنة ممكن أخليه صفقة القرن، ولكن لو الأهلي مرتبط بالأمر ده لا، أصدر للجمهور إيه الفشل اللي بيحصل ده، إيه الفشل اللي بيحصل ده. أنا بقول لكم إحنا هنا ما ينفعش نتكلم في أمور إلا لما تكون رسمية، ولكن في أمور بيتم تداولها في حق النادي الأهلي ما ينفعش نسكت عليها. ده كان جزء من اللي اتقال امبارح مع احد الاشخاص، للاسف قام بدور مدير فني هيد كوتش وما قامش بدوره الاعلامي فنتمنى الناس كل واحد يشتغل شغلته ومحدش يحاول يجود على حاجه هو مش فاهم فيها.